أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئنة، صراع بين الأحزاب السياسية للسيطرة على الموصل القديمة. المدى، الأنبار تعلن انتهاء عملياتها العسكرية بتطهير 5940 كيلومتر وقطع إمدادات داعش. كتابة، تقرير أمريكي يشكك في أهداف قرار دمج فصائل الحشد بالجيش العراقي. البصائر، مع انطلاق الاحتجاجات ظاهرة اختطاف النشطاء وترهيب أسرهم تعود مجددا. القدس العربي، بومبيو، هجوم كابول خلف أكثر من 100 جريح بينهم 50 طفلة. العرب اللندنية، اتفاق سعودي روسي ينهي تأثير غياب النفط الإيراني على الأسواق. العرب الجديد، القصف الإسرائيلي على سوريا رسائل جديدة للإيرانيين. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ بمقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية كان في متنه: الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد يدخل في باب العمل التخريبي لعرقلة أي محاولة لكسر طوق عزل العراق عن محيطه العربي، وكذلك في زعزعة علاقاته الدبلوماسية الدولية، لأنها رسالة لجميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق بأنها مهددة بالتخريب والعدوان نتيجة مواقفها من إيران وليس من العراق. ثلاث سفارات في بغداد غير مشمولة بالتهديد وليست تحتاج إلى حماية، وهي سفارات إيران وسوريا ولبنان. لا شك أن هذا العمل الهمجي لا يصدر أو ينفذ من قبل مواطنين عراقيين لهم مشاعرهم القومية تجاه إخوتهم العرب، وخصوصاً من فلسطين التي كانت العنوان الأول لمعظم الحركات الوطنية العراقية عبر أكثر من 50 عاماً. واستشهد رجال من الجيش العراقي في تلك الحرب العربية الخاسرة، وما زالت شواهدهم في مقبرة الشهداء بمدينة جنين التي حررها الجيش العراقي مع أهالي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. فلا يستطيع أحد من وكلاء إيران الحاليين المزايدة على أصالة العراقيين العروبية، ولهذا فإن الهجوم المدبر من قبل جهة ترتبط بولاية الفقيه بطهران ضد السفارة البحرينية ببغداد لا علاقة له بالمشاعر القومية العربية، وليس ضد ما سمي بصفقة القرن، لكنه غطاء ومناسبة للتعبير عن ردة الفعل الإيرانية ضد العرب الذين تضامنوا ضد التوغل الإيراني في المنطقة العربية وضد شعب العراق. وقد تواصل هذا الحدث في الأيام الأخيرة مع حوادث كثيرة داخل العراق، ومن بينها إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مناطق متعددة منها السفارة الأمريكية ببغداد، وكذلك استهداف مواقع عمل الشركات النفطية العراقية في الجنوب. هذا العمل التخريبي أصاب سمعة العراق على الصعيد الدبلوماسي بعد أن تخربت سمعته على مستوى الفساد الإداري والمالي والأمني. واستطرد الكاتب قائلاً: الخطوات المطلوب تنفيذها فعلياً في المجالات الحيوية للأمن الوطني والشعبي هي إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإعادة المغيبين والمختطفين إلى ذويهم، والسرعة في إيقاف الانتهاكات ضد أبناء المحافظات الغربية المحررة ومحاسبة مصادرها، وإحداث التغيير فيما يجري على المستوى السياسي، وردع صفقات بيع وشراء المناصب الوسطية في الحكومة التي تجلب الأميين والفاشلين، والدخول الفوري بالإجراءات الرادعة في كشف أباطرة الفاسدين في العراق دون مراعاة لانتماءاتهم وولاءاتهم الحزبية، وتحويلهم إلى القضاء وإعلان قوائم بأسمائهم. لا يؤدي تعيين وزراء جدد للدفاع والداخلية والعدل إلى تحسن في الخدمات طبعاً،
ولكنها مبادرة تبرز في الأخبار لتظهر لمن يتابع ويريد أن يصدق أن الحكومة تتحرك وتكتمل وبأنها تعمل ما تستطيع في ظل الظروف المعروفة، كما أنها تظهر أن القوى السياسية المتحكمة في العراق قد توافقت إلى حد ما أجل تمرير مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، وهي وزارات مهمة جدا بطبيعة الحال. وإن كانت الطريقة التي تجري بها الأمور في العراق تقلل من أهمية دور من يشغلها، فوزراء الدفاع والداخلية يقودون قوات تخضع فعليا لسلطة قيادة العمليات، أي سلطة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. ولسنا هنا في مورد بحث كيفية ممارسة القائد العام لتلك السلطة أو ما يؤثر عليه من القوى الخارجية والداخلية في ذلك. عن حكومة عادل عبد المهدي والوزراء الجدد، كتب رافد الجبوري في صحيفة الزمان العراقية: إذا نظرنا بسرعة إلى الشخصيات التي استوزرت، فإن رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قد أوصل مرشحه إلى وزارة الدفاع، وهذا واحد من أهم المناصب التي يحصل عليها علاوي لأحد مرشحيه منذ مدة. لكن الوزير الجديد الجنرال نجاح الشمري تعرض لهجوم سريع من قبل الجيوش الإلكترونية، متهمة إياه بتهم مختلفة أبرزها تتعلق بقمع الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق في مطلع تسعينيات القرن الماضي. لكن هذا لن يؤثر على الأغلب، فالصفقة السياسية تمت وتمت الموافقة على تمرير المرشح، وسيكون محصناً في الفترة الحالية من تلك الاتهامات حتى لو كانت صحيحة، هي في الأغلب خاطئة أو مسيسة. أما وزير الداخلية تحسين الياسري فعلى عكس الشمري حيته الأوساط الإعلامية مرحبة بتعيينه. جاء تعيين الياسري المقرب جداً من عبد المهدي ليحل عقدة إصرار تحالف الفتح على تعيين فالح الفياض للداخلية، لكن الفياض احتفظ بمنصب بل وبمناصب هي أهم فعلياً من منصب وزير الداخلية. أضيف وزير آخر إذن إلى قائمة الوزراء الذين عينهم عبد المهدي بنفسه، لا من ترشيح مباشر من القوى السياسية المتنفذة. الذاكرة العراقية لن تنسى أنه في منصبه ذاك أصدر جواز السفر من نوع جي، وتعهد بأن عملية الإصدار ستكون شفافة ومهنية، لكن ما حصل أن الجواز جي بيع بمئات الدولارات عن طريق قنوات الفساد المتعددة. أما وزير العدل فاروق الشواني فقد عين عن طريق الحصة الكردية في نظام المحاصصة الطائفية العراقي. وأزاد الكاتب أن تعيين الوزراء الجدد يعد استمراراً لنفس الصيغة التي قادت إلى تشكيل الحكومة من الأساس في العام الماضي، فهي نتاج لتوافق باركته المرجعية الشيعية في النجف بين كتلة سائرون التابعة للصدر والفتح التي تضم الجماعات الشيعية المسلحة الأخرى. أما المسؤولية عن أدائها وأداء رئيسها فتبقى ضائعة ومعتمدة على الميول والمصالح السياسية والظروف. خبر قيام أحد الوزراء ممن تم استزارهم مؤخرا بعد مخاض عسير لمجلس النواب بزيارة تفقدية لإحدى الدوائر التابعة لوزارته للاطلاع والوقوف على سير العمل فيها لخدمة المواطنين. وقد صرح هذا الوزير في أثناء تفقده الدائرة بأنه مهتم وحريص على متابعة شؤون المواطنين قائلا: للتأكيد على حرصه بأنه قام بهذه الزيارة مباشرة بعد يوم واحد من تسلمه مسؤولية الوزارة، وفي الزيارة كان هناك مواطن مراجع بزي عربي وهي الدشداشة والعقال، حاول أن يبدي رأيه قائلا وبشكل مؤدب وهادئ جدا: سيادة الوزير، المشكلة بالإجراءات لو تم تبسيطها. موقع كتابات نشر مقالا حول وزير الداخلية الجديد: كل ما أريد التوصل إليه مسألة بسيطة جداً وبديهية، وهي
لماذا لم يفهم ويستوعب هذا الوزير الذكي جداً قول هذا المواطن المراجع ذي الزي العربي عندما قال بالحرف الواحد المشكلة هي في الإجراءات؟ ليجاوبه الوزير الذكي جداً بأنه جاء لخدمة المواطن، وهي الجملة التي يقولها جميع الأغبياء من السياسيين العراقيين. كان على هذا الوزير ومن على شاكلته أن يستوعب الجملة البسيطة والمهمة جداً التي قالها ذلك المواطن، بأن على الوزارة المعنية أن تراجع الإجراءات المتبعة في إنجاز معاملات المواطنين في دوائرها بالشكل الذي يحقق إنجاز المعاملات دون تأخير ودون ابتزاز، مع أقصى احترام للمواطن عند إنجاز معاملاته، بحيث تكون المؤسسة في خدمة المواطنين دون تمييز أو ابتزاز. كان على الوزير الذكي أن لا يتدخل لإنجاز معاملة ذلك المواطن المطلوب منه قرار قضائي أو معاملة تلك الفتاة الحبابة، وكان من المفترض أن يفهم ويستوعب ما قاله ذلك المواطن ذو الزي العربي بأن المشكلة هي في الإجراءات. تبسيط الإجراءات في إنجاز معاملات المواطنين ليست بالأمر الصعب، إنها ليست بمستوى علوم غزو الفضاء أو علوم الذرة أو اكتشاف أسرار المحيطات أو تطوير أساليب التكنولوجيا في المجالات المختلفة. فهل الوزير المعني وغيره في الحكومة العراقية والمسؤولون الآخرون في السلطة التشريعية والقضائية والرئاسية واعين ومدركين لمقولة ذلك المواطن؟ المشكلة في الإجراءات. مثل هذا الوزير أو غيره في مثل هذه المواقف إما أن يكون على درجة كبيرة من الذكاء والدهاء، لأنه يعلم بداخله أن النظام السياسي عموما فاسد إداريا وماليا ولا يسمح للمخلصين والنزيهين بإدارة مفاصل الدولة، وعليه أن يجاريهم ويحفظ مكانته وامتيازاته من خلال الشكليات الاستعراضية المتعارف عليها في الدول المتخلفة، أو أنه ليس ذكياً بالدرجة الكافية وغير مؤهل لإدارة أي مرفق حاله حال البقية الذين همهم كيفية تحقيق أقصى المنافع الشخصية باستغلال غباء وجهل المجتمع. كان ترامب مثيراً للسخرية خلال الأسابيع الأخيرة في تعامله مع الملف الإيراني، من التقليل من شأن مضيق هرمز إلى التجهيز لضربة عسكرية ومن ثم وقفها، وصولاً إلى مديح عام لإسقاط طائرة إيرانية، ثم العودة إلى لغة التهديد من جديد مع العبث، تجديد العقوبات، التعاطي مع هذا التخبط كلون من التكتيك السياسي أو بمنطق الحرب الخدعة، إذ إنه يعبر عن حيرة يعيشها الرجل في التعامل مع الملف، والحال إن أمريكا لا تحاصر إيران فضلا عن أن تحاربها لأجل العرب الذين يعرضون التمويل، بل لأجل الكيان الصهيوني، وهذه هي المصيبة الكبرى بحسب الكاتب ياسر الزعاترة في موقع عربي 21. إيران يمكنها ضرب مصالح أمريكية كثيرة على امتداد الشرق الأوسط والعالم حتى من دون أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك، الأمر الذي يعني ورطة كبيرة بالنسبة لترامب، حتى لو كان بوسعه تدمير الكثير من المنشآت في إيران وفرض كلفة مالية هائلة عليها، مع العلم أن قدراتها على احتمال الخسائر البشرية هي أكبر بكثير من قدرة بلاده في زمن مواقع التواصل والفضاءات المفتوحة. كل ذلك لا يعني أن إيران تريد الحرب، بل من المؤكد أنها لا تريدها، لكنها تبحث عن سبيل لتغيير المعادلة المتعلقة بالعقوبات من دون أن تخضع للشروط الأمريكية التي تمثل استسلاماً كما عبرت عنها قائمة الشروط 12 المعلنة. هي لا تريد الحرب لأنها ستضيف أعباءً مرعبة على اقتصاد مدمر أصلاً، لكن الخضوع للعقوبات يعني موتاً بطيئاً أيضاً، لا سيما أن القدرة على اختراقها كما في التجربة السابقة لا تبدو ممكنة بسهولة. من هنا يبدو المشهد كما لو كان لعبة لعض الأصابع وانتظار المجهول،
لا سيما أن ترامب بإجماع المراقبين هو كائن يصعب توقع ردود أفعاله وأعماله. وبانتظار حسم هذا الصراع ستظل المنطقة في حالة من الترقب، فيما يسعى الصهاينة بكل جهدهم لفرض تصفية للقضية الفلسطينية عبر بعض العرب الخائفين من إيران. هكذا ضاعت شعوب المنطقة بين أحلام إيران بالتمدد المذهبي وبين هوس الثورة المضادة بمطاردة الربيع العربي ومطالب الإصلاح، فكان سوريا وثقبها الأسود الذي استنزف الجميع، وكانت صراعات العراق واليمن وليبيا والآن السودان، ومن دون إعادة النظر في أولويات الطرفين وطريقة تفكيرهما، فسيتواصل هذا الحريق إلى أمد لا يعلم إلا الله مداه. سواء قرر ترامب حرباً أو شكلاً من أشكال الحرب، أم اكتفى بتجديد الحصار والعقوبات وبقيت إيران في إطار المناوشات. دفعة واحدة جاءت الوعود الوردية في ملتقى البحرين الاقتصادي، قالوا خلال 10 سنين ستتغير أوضاع أهلنا في فلسطين المحتلة، لأنهم سيحصلون على 28 مليار دولار، بها سيتم تخفيض نسبة الفقر إلى النصف ونسبة البطالة إلى أقل من 10%، وستكون هناك مليون فرصة عمل، شوارع جديدة ومصانع ومعامل وبنى تحتية وبرامج تعليم عالية المستوى ومؤسسات صحية مرموقة. لكن الأمريكيين يقولون قبل أن يقبض الفلسطينيون دولارا واحدا عليهم القبول بالحل السياسي، وهذا الحل هو لا دولة فلسطينية ولا عودة للاجئين ولا حدود ولا مستقبل القدس كعاصمة لهم، أي أن كل عناصر الأساسية أو العناصر الأساسية للقضية الفلسطينية غير موجودة. عن ورشة البحرين كتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربية. نعم، إنها رشوة بثمن بخس، وكل ما تم طرحه كان أفكاراً معطوبة ووعوداً بائسة، لأن الدماء الفلسطينية والعربية التي سفكت على أرض فلسطين والمظالم الجمة التي تحملها شعبنا والتهجير واللجوء والاعتقالات والاغتيالات يقيناً لم تكن يوماً من أجل بضعة مليارات من الدولارات ولا من أجل مستلزمات حياتية بسيطة. لذلك كان من المبخس حقاً أن تكون كل الرؤى والأفكار التي طرحت في ملتقى المنامة تعاملت مع القضية الفلسطينية ومعاناة أهلنا على أنها معضلة اقتصادية لا أكثر، وليست قضية حرية شعب وحقه في تقرير المصير، في حين أن كل قرارات الأمم المتحدة عرفت هذه القضية على أنها سياسية وبحاجة إلى حل سياسي. وإذا كان الجانب الأمريكي قد تخلى تماماً عن حياديته في قضية الصراع العربي الإسرائيلي وذهب بعيداً في الانحياز إلى حد التبني الكامل لكل أفكار ومواقف الليكود واليمين الإسرائيلي، بل باتت الإدارة الحالية أكثر صهيونية من قطاعات صهيونية داخل الكنيسة الإسرائيلي من خلال الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وسيادة إسرائيل على الجولان المحتل وخفض التمويل للفلسطينيين ثم إيقافه تماماً وتهميش وكالة الأونروا وإغلاق مكاتب السلطة الفلسطينية في واشنطن ودفع الاقتصاد الفلسطيني إلى التأزم والشلل. إن التحولات الدولية والإقليمية التي حصلت مؤخراً رغم الواقع السياسي الفلسطيني الداخلي الضعيف، لكن لا أحد يستطيع أن يعتبرها ظرفاً مشدداً يستوجب التخلي عن ثوابت الحق الفلسطيني والعربي. حتى أن تغزل وزير الخارجية البحريني بورشة المنامة حين اعتبرها مغيراً آخر للعبة مثل كام ديفيد. حالة من الريبة والهلع والانتظار والترقب اجتاحت الشارع التونسي وكل فضاءات التعبير عن الرأي الافتراضية والجماهيرية بعد نشر صفحة رئاسة الجمهورية التونسية يوم الخميس الموافق 27 حزيران الحالي، بياناً مفاده
أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة، ويعود النقاش عن صحة الباجي السبسي ومدى قدرته على الإشراف على الدولة وتولي أكبر المهام فيها إلى عام 2011 عندما تولى رئاسة الحكومة وعمره 85 عاما، متجاوزا سن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بسنة. الكاتب سالم الأبيض يتساءل: هل يمكن للرئيس مواصلة الحكم في تونس؟ حظيت إشاعة وفاة الرئيس باهتمام غير مسبوق من الرأي العام التونسي وكل وسائل الإعلام المحلية ونظيراتها الأجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الشعبية والرسمية ومجالس النخب الفكرية والسياسية، ما جعل العمليات الإرهابية التي تزامنت معها مجرد حدث روتيني لم يؤثر البت في مجريات الحياة العامة والمعيشية اليومية للتونسيين وفي السير العادي لمؤسسات الدولة والإدارة التونسية والتزاماتها تجاه مواطنيها. لم يكن مرد انتشار الإشاعة بصورة واسعة الرغبة في معرفة حقيقة الوفاة من عدمها فقط، وإنما صاحب ذلك تعاطف واسع مع أول رئيس منتخب انتخاباً مباشراً من الشعب بطريقة ديمقراطية، حتى أن خصومه ومنافسيه سبقوا أنصاره ومريديه في الدعاء له بالشفاء والعودة إلى قصر قرطاج لإتمام وظيفته وإنهاء عهدته الرئاسية، ولم تقوم التدوينات التي ذكرت بتجاربه في حكومات الاستبداد ودوره في تعذيب اليوسفيين أنصار الزعيم المغتال صالح بن يوسف إبان إشرافه على وزارة الداخلية في ستينيات القرن الماضي في حكم بورقيبة وتوليه رئاسة مجلس النواب في حكم بن علي وانتصاره لابنه، ما أدى إلى تفتيت حزبه الذي أسسه سنة 2012 نداء تونس. ويبدو أن الساحة السياسية التونسية مقدمة على سيناريوهات كثيرة في الأيام المقبلة على شاكلة النموذج البوتفليقي الذي يكون فيه الرئيس مجرد واجهة وصورة جامدة، ويمكن أو يمكن الحاشية خاصة السبسي الابن وأسرته الموسعة من الحكم والرئيس في حالة عجز تام أو في غيبوبة حقيقية. تريد شركة جوجل بناء أحياء جديدة في مدينة تورنتو الكندية تتراوح مساحتها بين 75 هكتاراً من خلال استثمار ما يربو على 710 ملايين دولار أمريكي، لكن هذه الشوارع المستقبلية المليئة بالمستشعرات والكاميرات تلقى معارضة. وفي تقرير نشرته صحيفة لوتون السويسرية ذكر الكاتب أنوش سيدغايا أنه لا يسع أي عملاق تكنولوجي من قبل إلى بناء مدينة بمثل هذا الحجم. وخلال هذا الأسبوع كشفت جوجل عن خططها لتشييد أحياء جديدة شرق تورنتو بمساحة 5 هكتارات، أي ما يعادل مساحة 7 ملاعب كرة قدم. وفي مرحلة ثانية يمتد المشروع على 72 هكتارا إضافية. منذ تقديم هذه الخطة تعالت أصوات منتقديها، وأشارت المسؤولة عن مركز الابتكار للحكم الدولي بيانكا ويلي إلى أن هذا المشروع يضع السياسات العامة تحت تصرف الشركة، الأمر الذي يجعلها بعيدة عن الديمقراطية. نتابع بعض صور الكاريكاتير التي انتقيناها لكم من صحف اليوم.
بهذا نصل لختام صدى الأقلام هذا اليوم، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.